مدينة، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم الرياضي المتنوع بمختلف الرياضات كوكتيل سبور. رايحين نفتتحوا عدد اليوم مشاهدينا بالكرة الصغيرة، والتغطية هذا الأسبوع كانت لواحدة من أقوى مباريات كرة اليد القسم الممتاز سيدات، واللي جمعت ما بين نادي الأبيار والمجمع البترولي في ديربي عاصمي جد قوي. ما نكملكمش مشاهدينا، خليكم تابعوا هذا الملخص باش تعرفوا نتيجة المباراة. في آخر جولة من مرحلة الذهاب لبطولة القسم الممتاز لكرة اليد سيدات، احتضنت قعد الأبيار الديربي العاصمي الذي لطالما انتظره عشاق الكرة الصغيرة، أين التقى أقوى فريقين بالدوري الجزائري صاحب ثنائية الموسم الفارط نادي الأبيار والمتوج بعديد الألقاب المجمع البترولي. عدد الأهداف افتتحته الأبياريات بعد مرور دقيقة من عمر اللقاء عن طريق اللاعبة فاتحة إبراقن، لتضيف بعدها شبلايات المدرب عاشور كريم الهدف الثاني والثالث والرابع والخامس، مع الحفاظ على نظافة شباكهن بعد تألقهن في الدفاع عنه وتألق الحارس بوسوغا التي صدت 12 هدفا محققا. بعد مرور 14 دقيقة من اللقاء لم تتمكن النفطيات من فك شفرة الدفاع المحكم للأبياريات، غير أن هذا لم يشل رغبتهن للعودة في النتيجة، حيث تمكنت من دك شبك الأبيار بأول هدف في الدقيقة 15 عن طريق تسعد والطالب. هدف حرر الزائرات بعدما صمنا عن التهديف طيلة الربع الأول من اللقاء جعلهن يسجلن الهدف الثاني على التوالي. قوة دفاع الفريقين جعلت الجمهور الذي تزينت به مدرجات القاعة يتمتع بالشوط الأول الذي انتهى بواقع 6 أهداف مقابل 8 لصالح أصحاب الأرض. الشوط الثاني من اللقاء افتتحته رفيقات رتيبة حسناوي لصالحهن، جعلت مدرب المجمع قريشي الذي يخوض ثاني مباراة له على رأس العارضة الفنية في الدقيقة 8، أين كانت النتيجة 11 مقابل 9 نقاط للأبياريات، وجه فيه ملاحظات لشبلياته منفعلا. نصائح جعلت رفيقات العائدة من الإصابة سارة بنابي تسترجعن قواهن ليقلصن النتيجة إلى 11 مقابل 12 نقطة في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 23 من الشوط الثاني تمكنت اللاعبة عامر من تسجيل أول تعادل بين الفريقين، إلا أن الأبياريات لم تتقبلن التعادل خاصة في أواخر المباراة، أين عدنا وسجلنا هدفين. فارق هدفين لم يمنع المجمع النفطي الذي دعم صفوفه خلال الموسم بلاعبة نرويجية من تدارك الخسارة والتي حولها إلى تعادل آخر في الدقيقة 27. كوبين عيشة سيلي elle a joué l'année dernière pour GSP. Elle a visité pendant l'été pour une semaine et j'ai tombé amoureuse d'Algérie. Comme ça on a commencé avec mon manager Brahim Ben Mespin pour avoir la contact avec GSP. اندفاع لعبة الفريقين النابع من ضغط اللقاء الذي لم يعرف فيه المتفوق إلى غاية آخر دقائقه تسبب في اصطدام عنيف بين المدافعة القوية رتيبة حسناوي ولعبة المجمع كلثوم هاشم أودى بها إلى المستشفى. فيما عادت رتيبة وأكملت اللقاء رغبة في استدراك النتيجة، إلا أن المجهود المبذول من طرفها ورفيقتها لم يكن كاف أمام رغبة شبليات المدرب غرايشي الذي كسب الرهان في آخر دقيقة من اللقاء بعدما خطفت لاعبته فوزا ثمينا خارج الديار واقعه 15 مقابل 16 نقطة. اه
لا 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 الانجاز هو يرجع للبنات ما يرجعش للمدرب. المدرب راه هنا يمد شويه برك دي كونسين. هذا ما كان سي لي فيس لي زاكتريس والفضل يرجع لهم ومبروك عليهم. بون سي الديرني ماتش تاع لا فاز روتور سي براتيكمون لو ماتش دو لاني سي لو ماتش تاع لو بروميير ماتش اللي دوزناه مع لونترينور تاعنا جديد سي ان كادو بور لوي اوني تري تري كونتانت سي توجور ان بلوس بور نو سي ان غران با فير لافونير وان شاء الله في الروتور اون سرا ميو. جي اتوندي سيت ماتش بور بوكو دو تان tout le monde m'a dit que c'est une ambiance particulière et que la rencontre avec le Bière est toujours dure. On se voit aujourd'hui avec deux grands défenses et même gardiens. Comme ça, moi j'adore ce match, c'est ça qu'on s'entraîne chaque jour pour jouer. Donc c'est le meilleur de la vie de handball. Quand tu lead match match, quand tu marques pas, c'est l'équipe adverse qui se joue. احنا مع لافان اون كومي درنا اخطاء كثيره في اللعب وين راحوا لنا دي بالون ترو فاسيل اون ليزا دوني على لادفيرسير سا لورا بيرمي دو فير دي كونتر اتاك اي دو فير دي مونتي دو بال باسكو اون اتاك بلاسي ما كانوش يلقاو دي سوليسيون. اليوم الدفاع تاعنا كان يعني في المستوى ولكن الهجوم تاعنا اليوم ما كانش في المستوى. اليوم ماتش شويه صعيب جوغ انا مال جيري La deuxième mi-temps et surtout les dernières minutes, on a beaucoup de fautes sur l'attaque. Mais bon, c'est pas grave. Mais le match retour, Inch'Allah, on va se rattraper. صراع حول المقدمة فازت به البتروليات بعدما كان الفريقين يتقاسمان المركز الأول وبهذه النتيجة يبقى المجمع في الريادة ب 16 نقطة يليه نادي الأبيار ب 14 نقطة في انتظار مرحلة العودة. الآن مشاهدينا إلى تحت المجهر وين رايحين نعرفكم على واحد من أقوى النوادي الجزائرية في رياضة الفوفيلان فيات فودا هو نادي شرعبة. خليكم مشاهدينا تابعوا هذا البورتري ونعود. نادي نجم شرعبة للفوفينام فياد فوداو واحد من النوادي الأولى التي تأسست في الجزائر سنة 2005 على يد الرئيس بلال بلعيفة الذي عمل على إدخال هذه الرياضة إلى مدينة شرعبة بعدما كانت متعطشة لرياضة الفنون القتالية حيث انطلق بأربع مصارعين في مستودع. جمعية النجم الرياضي شرعبة تأسست في 2005 كنت صاحب الفكرة كنت أنا صاحب الفكرة هذا بعد كنت ننشط في نادي بروبا على مستوى بجارح وكانت في منطقة شرعبة كانت منعدمة من فنون قتالية. بديت ممارسة رياضة الفوفينام فيات فودا في سنة 2005 عند الأستاذ نتاعي بالعيفة بلال كان هذا بعد ما استدعاني صديقي باش نشارك في هذه الرياضة. وفي سنة 2006 انخرط النادي رسميا بالبطولة الوطنية أين تمكن من افتكاك أول ميدالية ذهبية. أول مشاركة لنا في بطولة وطنية كانت في 2000 مؤخرا في 2005 نهاية سنة 2005 وكانت حصلنا عليها مرتبة الأولى ميدالية واحدة. بعد ثلاث سنوات من التأسيس استقطبت رياضة الفوفينام فيات فودا بمدينة شرعبة الجنس اللطيف اللواتي طالبنا بإنشاء فرع خاص بهن وكان لهن ذلك سنة 2008. النادي يستوعب ثروة بشرية هائلة من أبناء المدينة إذ يضم 470 مصارع من كل الفئات منهم 140 مصارعة يملكون الإجازة الرياضية و12 مدرب يشرفون على المصارعين. عدد الرياضيين عندنا 470 رياضي منهم 330 ذكور ومنهم 140
فاتت. يعني عيني الرئيس النادي، عيني كمدرب للنادي، وراني نحضر ان شاء الله في الـ في الـ في الرياضيين النادي باش ان شاء الله هما يكونوا ثاني خير خالف الخير سالف. انا دوكا راني جونيور، عندي 7 سنين ملي بديت. 2011 وانا ندير في الكلوب 5 سنين، اكتشفت الرياضه فيها شغل، لقيت فيها عفايس هايلين، شغل ملاح، تدافع بها، تدافع عن نفسك بالرياضه هذه، تدافع بها عن نفسك. النادي ينشط في التخصصين التقني والمبارزه، غير انه متخصص في التقني بكل انواعه، حيث استطاع مصارع شرعبه تحقيق نتائج مشرفه في هذا الاختصاص. هي كاين 3 تقنيات اللي يعني رانا حنا الاولين فيها توجور، يعني دائما كل ما ندخلها نكون حنا الاوائل، هي الضربات المقصيه، واللي هي يعني هي اختصاص هذه الرياضه، يعني هي الصح في الرياضه هذه، هي اللي يعني الشارم تاع السبور هذايا. كاين ايضا دفاع ذاتي اناث، عندنا البنات تاعنا فاتت ضد 3 دوبار. التخصص اللي نديرو في هاد في الفوفينان ديال فودا، وعندي كومبات، ناب موكوين، طاب تكوين، لونغو كوين، سونغليان ياو فابو. نادي شرعبة للفوفينان ديال فودا تمكن من فرض نفسه محليا، اين بات يحتل مكانة محترمة في ترتيب البطولة الوطنية، كانت اخرها بطولة موسم 2016 عندما احتل المركز الثاني ب4 ذهبيات. حصلنا على عدة ألقاب وطنية ودولية على مستوى النادينا، مؤخرا حصلنا على مرتبة ثالثة في البطولة الوطنية. شاركت مؤخرا في البطولة الوطنية في خنشلة، وقدرت نكون بطلة الجزائر في تقني منازلة كومبات، وكلاسيت في المرتبة الأولى. أفضل لقب حققته كان في بويرة، هو اللي كلاسيت المرتبة الأولى. الحمد لله خلصت المرتبة الأولى بفضل الخدمة اللي خدمناها هنا في الصالة، والتدريبات اللي درناها مع الشيخ بيلان الشيخ حمزة، والحمد لله إن شاء الله نزيد نديرها. النادي لم يبخل على المنتخب الوطني يوما، بل يعد خزانة، إذ يدعمه حاليا ب4 رياضيين استطاعوا أن يهدوا الجزائر المعدن النفيس في بطولة العالم. 4 رياضيين في الفريق الوطني يعني من 2005 هم ينشطوا معنا ودخلوا ليكيب ناسيونال. في 2007 دخلت للمنتخب الوطني، حضرت مع المنتخب الوطني، شاركت 2009 في بطولة الإفريقية، تحصلت على مرتبتين أولتين، يعني ميداليتين ذهبيتين. توسع الرياضة في المدينة على الرغم من أنه نعمة بالنسبة لرياضي المدينة، إلا أنه صار نقمة على مسؤولي النادي بالنظر إلى ضيق وصغر القاعة التي يتدربون فيها، والتي لا تستوعب الكم الهائل للرياضيين، ما أجبرهم من غلق التسجيلات في وقت مبكر من كل سنة. صارنا حوالي أكثر من 500 رياضي، يعني مستحيل أن القاعة كما هذه باش تكفي، وتخلينا أن نأطروا الرياضيين هذوما، يعني ما التركيز تاع المدربين باش يكون على هاد الرياضيين كامل، يعني ما يقدرش. يعني المشكل الأول هو مشكل قاعة، المشكل الثاني هو المشكل الدعم المالي. يعني الدعم المالي في الأول كان كما قلت لك 50 رياضي أو 60 رياضي يكفيهم هذيك الدعم، مي دوكا يعني العدد راهو كبير بزاف، حوالي 500 رياضي، يعني لازم يكون دعم كبير. نادي شرعبة أو عائلة شرعبة الرياضية تطبعها الأجواء العائلية والأخوية، لمسناها حينما فاجأ المصارعون زميلهم نور الدين المدعونون بإحياء ذكرى مولده 23. والله غير ما كنتش نستنى فيها، انا كلها قاعد جات من ليكيب، جات سوربريز هكذايا اختو اليوم كاع فيسبوك راك صح، عيد ميلاد صح. الحمد لله داروها اليوم، درنا الروبورتاج معكم اليوم، وجات صدفه هكذاك، والحمد لله نشكركم انتم ثاني. بطموح كبير يسعى نادي شرعبة لتكوين أكبر عدد ممكن من المصارعين، متحديا كل الصعاب، والهدف هو تشريف المدينة ورفع الراية الوطنية. نبقى
دائما مشاهدينا في الرياضات الجماعيه، وحاليا راح نتابعوا معنا انترفيو الاسبوع لهذا العدد واللي كان مع مدرب المنتخب الوطني لكره الطائره سيدات امين بلعسل بعد اخفاق الخضر في تاهل الى اولمبياد ريو دي جانيرو. تابعوا معنا. امين بلعسل مدرب سيدات المنتخب الوطني لكره الطائره، مرحبا بك وشكرا على تلبيه الدعوه. بارك الله فيكم على هذه الدعوه، ونشكر قناه النهار تي في. اذا كوتش، البدايه رايحه تكون من اخر مشاركه للخضور في دوره ياوندي بالكاميرون، دوره اللي كانت مؤهله الى العاب ريو دي جانيرو، اين للاسف اخفقنا في التاهل للمره الثالثه على التوالي لالعاب ريو دي جانيرو. كوتش، انت كمدرب ما هو تقييمك يعني لهذه الدوره؟ نعم، يعني كما يقولوا حوصله هذا لا بارتيسيپاسيون تاع الدوره التاهيليه لريو. انا كمدرب يعني تقييمي للاعبين للاعبات تقييم ايجابي لبعض اللاعبات اللي عندهم يعني عندهم مستقبل مليح، زي لاعبه اللي لعبناها 5 مباريات متتاليه وهي عندها سن 17 عام، وكل الفرق اللي كانوا حاضرين كانوا يشوفوا في هذه اللاعبه يعني اللي عندها مستقبل، هي عبد الرحيم ياسمين. طيب كوتش، يعني بما انه انت اشرفت على المنتخب الوطني في فتره يعني وجيزه قبل المشاركه في هذا الدوره، كان لازم عليك ربما تقوم بتغييرات، ربما بتشبيب الفريق اللي كان ربما بنسبه 80 او 90%. كوتش، ربما انت ما اخطات ربما في اختياراتك بالنظر الى الفتره الوجيزه اللي حضرت فيها. لا، باش نقول اخطات، ما اخطاش في يعني في اخذ اللاعبات، يعني اللاعبات اللي قلت لك يعني في شهر قبل هذه الدوره ما عنديش وقت باش نقدر نشوف كل اللاعبات، مستحيل. لهذا واش خدينا؟ خدينا الفريقين اللي لعبوا اخر دوره في الالعاب الافريقيه وكاس العالم. صح كان عندنا غيابات تاع بعض اللاعبات كانوا قادرين يكونوا في هذا الفريق، ولكن مش انا اللي ما عيطت لهمش، كانت عندهم مشكله تاع مشكله الدراسه. طيب كوتش، غياب الموزع الشاب ماغنانا عن المشاركه في هذا الدوره، هل كان لها اثر في مردود المنتخب الوطني؟ يعني لو كانت ماغنانا حاضره، هل كانت اعطت الاضافه لاداء المنتخب الوطني؟ لا صح، يعني كموزع ماغنانا ما كانتش حاضره معنا بمشكل، هي دراسه يعني امتحانات في الجامعه، ومشينا بموزعه واحده يعني للدوره، وموزعه واحده للدوره سي تري ديفيسيل بور اون اتليت. يعني اللاعبه ماغنانا كانت قادره تساعدنا يعني بزاف، يعني يكون عندنا حلول. طيب كوتش، يعني هذه نقطة مهمة جدا يجب التطرق لها، إن شاء الله فقط المسؤولين اللي راهم يتابعوا فينا ياخذوها بعين الاعتبار، يعني حرمان لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية من قبل مدارسهم أو جامعاتهم في المشاركة يعني في محافل دولية، نقولوا يعني هي تمثيل الراية الوطنية، يمنعوهم يعني بحجة الدراسة في المشاركة في هذه المنافسة الدولية. يعني أنت كيفاش تشوف هذا الأمر كوتش؟ ربما هل هو غياب يعني التنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية ووزارة البحث العلمي؟ لا نعم، شوف في هذا الجانب فيه كاين قانون يعني حتى في وزارة الشباب والرياضة، وان اللاعبة او لاعب يعني في اي منتخب او يعني عنده دورة يعني اللي يقدر يلعب فيها يعطوها كما يقولوا ستي ناتيستاسيون سبيسيال بي، هذيك اللي تخليه اللاعب او اللاعبه باش يعني يكون حاضر في الفريق، ومن بعد يعاودوا له ستادي سي لا ديز اكزامان ولا عنده دروس يديروا له دروس. ولكن هنا مش عارف المشكل وين راه. بون سي دوماج باسكو سي ليكيب ناسيونال سي لا ناسيون، دونك on va pas participer pour c'est hadik la personne c'est l'alam.
il faut trouver tout ce problème qui doit être résolu à jamais. طيب كوتش نعاودوا نقولوا فقط للدوره يعني ربحتوا يعني فزتم بكل المباريات في دور المجموعات حتى انكم يعني احدثتم المفاجاه بفوزكم على المنتخب المصري. ربما كوتش نتايا ما نشوفوش انك اخطات ربما باجهاد اللاعبات في مباراه مصر بالرغم انه مباراه مصر ما كانتش يعني مهمه، كنا تاهلنا الى دور نصف النهائي. لا ما نشاطركش في هذا الراي، خطر علاش؟ خطر المباراة تاعنا مع الفريق المصري كانت تلعب الساعة 4 ومورانا الساعة 6 تلعب مباراة كينيا مع الفريق الكاميروني. ستادير لو ريزولتا تاعنا سوا خسرناه ولا ربحناه يقدر الفريقين اللي يلعبوا مورانا كانوا هما تاني قادرين يلعبوا على حسب لو ريزولتا تاعنا. قال الجزائر ربحت مع مصر دونك الكاميرون كينيا كل واحد يقول يحوس يخسر باش يطيح مع الجزائر او مع مصر. الكينيا يزون تو في بوندون لو ماتش كونت لو كاميرون pour être premier pour qu'il joue contre l'Égypte. طيب كوتش كنت جاي يعني لهذه النقطه، يعني حنايا المنتخب الوطني ربحنا فريق مصر بعدين فريق مصر يربح كينيا بعدين نحن ننهزم امام كينيا، ربما هذه مفارقه ليس كذلك كوتش ولا كيفاش تشوفها؟ نعم يعني شوف بعد فوزنا على الفريق المصري وبعد في النصف النهائي بعد فوز مصر على الفريق الكيني كلهم داروا حسابات، يعني حتى هنا بالجزائر داروا حسابات، احنا فزنا على مصر فازت على كينيا وكينيا فازت على الكاميرون، يعني خلاص الجزائر هذه رايحين يفوزوا في المباراه نصف النهائي وممكن هما اللي رايحين يتاهلوا للاولمبياد. كرة الطيران يعني ما فيهش سي با اون سيونس اكزاكت دون لو سبور. اليوم tu peux gagner un match et faire un bon match et le lendemain peut-être ça sera autre match. في المباراة الترتيبية نفس الشيء، يعني درنا نفس الأخطاء ولكن مكتوب الله يعني كان مسطر وما نجحناش في هذاك المباراة. كوتش شكرا لي كنت حاضر معنا ونتمنى لكم كل التوفيق يعني في مسيرتكم الرياضية. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. بالكرة الطائرة مشاهدينا آتي وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم الرياضي كوكتيل سبور، ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الوقت. ما تنسوش تبعتونا برسائلكم عبر صفحتنا في الفيسبوك اللي راكم تشوفوا فيها أسفل الشاشة. قبل الختام مشاهدينا خلوني نتوجه بالشكر الجزيل لكل المصورين اللي ساهموا في إنجاز هذه الحلقة.